المستعان. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا إخواني بقول لكم على حاجة، والله خلقنا يدل على أن سوف نقف أمام الله عز وجل ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة. والله أقصر قصة قصتنا. الله عز وجل يقول: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. اسمع ماذا قال الله عز وجل عن خلقنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه قصتي وقصتك. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا في الدنيا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والله يا إخوان سوف نبعث. الله عز وجل يقول: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور فإذا هم بالساهرة نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون محضرون أمام الله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يوم القيامة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والله قرأت تفسيره قبل شوية. يعلم ما بين أيديهم يوم القيامة، يعلم مصيرك الله إن كنت في الجنة، ويعلم مصيرك الله إن كنت في النار. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما يظلمك الله، والله ما ينقص عليك، ما يظلمك الله عز وجل، وما يزيد عليك في سيئاتك، ولا يهضم الله عز وجل حقك، بل يزيد في حسناتك حتى تدخل الجنة. فيا إخواني، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره للخلق منتشر عظيم الشان. هؤلاء الناس يوم المحشر ينقسمون إلى قسمين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون.